أدت طلبة نازحين من محافظات عدة إلى أقليم كردستان امتحانات الدور الثاني التكميلي للصفوف المنتهية. الامتحانات شملت عدة محافظات باستثناء طلبة محافظة الأنبار، حيث حدد لهم موعد آخر خلال هذا الشهر بالتنسيق مع وزارة التربية لإقليم كردستان. الاستعدادات الحمد لله يعني جيدة جدا، وكان بالنسبة أن في الأقليم تعاون طيب ومشترك حقيقة مع مديرية العامة لتربية أربيل، كذلك المحافظات الأخرى، كذلك وزارة التربية في الأقليم، فكان دعمها لا بأس به. أولياء أمور الطلبة المشمولين بالامتحانات تباينت آراؤهم بين متفائل بالدور الذي تؤديه اللجنة المشرفة على الامتحانات، وبين من ألقى اللوم على تلك اللجنة لأسباب متعددة. المشكلة يشوفون الدرجات، يعني صراحة اليوم يمتحن نوب جديد، يعني يومية امتحان يومية امتحان، بتحاشي الموظف كأنما رب السماوات، هو ما يتحاشى من وراء الشباك وعشرة آلاف واحد واقف. زين خلي يشوفون صورة تحلل هاي الناس الواقفة. والله احنا جينا التربية مال الأنبار، يعني موجودة، يعني مسهلة كل الأمور، يعني دلونا على المكانات اللي يمتحن بها الطلاب، موجودة أسماءهم على كل الجدران، وعلمونا بين هاي المدرسة بفناء مكان، وكلها تسهيلات زينة من عندهم. جيت الصبح قالوا يابا شفت الأسماء معلقة باللوحة، جيت على الأسماء قرأت الاسم طالع الاسم عند ليت مكاننا وإيش اسمه بالمدرسة تشوارتها ما يسموها والبشارع مية خلف المقبرة. لا الحمد لله والشكر. شسول هذيك المهزلة قدامك أنت، إعلام إعلام كونك أنت إعلامي توصل الحقيقة، روح شوف الحقيقة قدامك أنت. شنو الحقيقة اللي أسمعها من عندك؟ شنو هي؟ طلاب واقفين على الشباك، اللي يذيعون الأسماء ماكو، لازم ترجع عليهم، والله هم بس قاعدين ورا الميز. بعض الطلبة ممن أدى الامتحانات في الدور الأول حضروا إلى هذا المركز لتقديم الاعتراضات على ما حصلوا عليه من درجات امتحانية، وهو ما أيده أولياء الأمور. ظروف غير استثنائية يمر بها الطلبة ومديريات التربية في محافظات نزحت إلى أقليم كردستان من أجل إنجاح العام الدراسي. من أربيل عاصم الحمداني، قناة التغيير.